السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا فيكم في قناة أسهل الطرق في الوصول إلى كندا. اليوم ويا شركة جميلة وجديدة، شركة حصريا تطلب عمال مهاجرين، يعني ما تريد من داخل كندا أو ما عندها أحد يجي يشتغل بها من داخل كندا. شركة تطلب عمال من خارج كندا، شركة ما تطلب من عندك رخصة عمل، موضوعها هو شريك في مشروعك، يعني انت تكون مساهم في هذه الشركة. شركة ما تطلب منك حساب بنكي، شركة ما تطلب منك شهادة لغة، ما تطلب منك شهادة ثانوية او متوسطة، ما تطلب منك تكون عندك خبرة، المهم تكون تطلب منك انه تكون قوي، عزيمة، عندك عزيمة في العمل، تسمع كلام رئيس العمل وتشتغل حسب المواصفات هم اللي يريدوها. شركة شغلتها هي النجارة، يعني ديكورات النجارة في المطابخ والحمامات. شوف، هي شركة تقوم بتصنيع خزائن المطبخ والحمامات عالية الجودة، مصنوعة في كيبك، يعني شركة موجودة في كيبك ولكن بأساسية بشراكها مع المقاولين العامين والمطورين مشاريع الإسكان واسعة النطاق للسوق العالمية، يعني حتى عندها في السوق العالمية، يعني شركة عالمية مو شركة فقط داخل كندا في داخل كيبك، شركة بس تشتغل على كل شيء مصنوع من الخشب، تسوي به المطبخ والحمامات مثلا، ميز الطعام. هاي الشركة هاي شغلتها، الشركة ما تريد منك كل شيء، المهم انه تعرف تقدم وتعرف تكتب سيرة ذاتية. شركة تقدر تقدم بيها انت اذا كنت اعزب او اذا كنت متزوج، تقدر تقدم بيها انت وزوجتك، ان كنت انثى عزباء ما متزوجة ما مرتبطة هم تستطيعين التقديم على هاي الشركة. مرحبا بيكم. الشركة تدفع 18 دولار في الساعة، ما تطلب منك اي شيء. هسه راح اشوفكم اياه بالدليل، يعني مو من عندي هذا الكلام، بس اذا كنت تشاهدني لاول مرة لا تنسى الاشتراك بالقناة، واذا عجبك الفيديو خلي لايك. نروح على هاي ثلاث نقاط هنا، نضغط عليها، الصفحة الرئيسية شفناها، الحول، فرق مشاريع، الوظائف، الاتصال، عندهم حساب على الفيسبوك، عندهم حساب على الانستغرام، تقدر تتصل بهم ولكن لازم ان تكتب لهم باللغة الانجليزية او الفرنسية، لا تكتب لهم باللغة العربية لان ما يفهمون عليك باللغة العربية، ورأسا انت اوتوماتيكيا راح تكتب لهم باللغة او باللغة العامية، حتى ما راح تكتب لهم باللغة الفصحى، لازم تكتب باللغة الانجليزية او الفرنسية. طبعا شوف الاتصال هنا، اضغط على الاتصال، شوف مقر الشركة موجود في كندا كيبك، وهنا هم موجود في نفس المكان في كندا، هم في كيبك في غير مدينة. شوف هذا البريد الالكتروني، رقم التليفون موجود، البريد المعلومات العامة، بريد الالكتروني الوظائفي، يعني اذا تريد منا ترسل لهم مباشرة على الوظائف وترسل لهم السيرة الذاتية، مية اهلا وسهلا بك، تقدر ترسل لهم على هذا الايميل. واذا تريد تقدم لهم بطريقة على الانترنت او عن طريق الصفحة او عن طريق هذا الموقع، شوف هي فرصة للانتماء الى فريق معروف جيد في السوق والمساهمة في نجاح شركتنا التي قدمت خزائن مطابخ عالية الجودة، انها وظيفة من 40 عام، هي معيار هي في تصنيع الخزائن المطبخ والحمام مشاريع البناء، نبحث باستمرار عن احدث الابتكارات من حيث التصميم والتكنولوجيا. هسه اللي يفكر انه لازم يكون عندك شهادة، لا والله ما يطلبون من عندك شهادة يا اخوي، خليك وياي وهسه طلع لك كل الشروط. بس اريد انوه على نقطة مهمة، منو قال انه اذا حصلت على عقد عمل لازم تروح تشوف السفير حتى السفير ينطيك فيزا؟ ماكو مقابلة. اذا حصلت على عقد عمل، هو اذا كنت انت في بلد بيها سفارة يدزوا لك يقولوا لك روح اذهب للسفارة، قدم فقط جوازك من الباب وبعدين تعال استلمه من الباب، يعني حتى ما تشوف احد. وإذا كنت في دولة ما بها سفارة كندية، يا أخي العزيز يبعثوا لك إياها عن طريق الإيميل
فيزا إلكترونية بيها رقم محدد، يعني أنت من تاخذها وتحطها بجوازك وتسافر يدقوها على الحاسبة، خلوها على الحاسبة، راح يعرفون الأرقام، راح يصير يعرفون أنها فيزا عمل. طبعا والأهم من هذا أنها عقود دائمية، دائمية غير مؤقتة، يعني العمل دائمي غير مؤقت. شوف ندخل هنا يقول لك كاونتر. الكاونتر يعني هو اسمه بالإنجليزي كاونتر، بس هو بالعربي رفوف داخل المطبخ، احنا نسميه الرفوف داخل المطبخ. شوف هاي وظائفها، يعني هاي وظائف خاصة بجماعة اللي يسوون كاونتر. هسه خلينا نترجم لكم الصفحة حتى تقرون وياي مصمم. شوف هناك جزء من وظيفي، يتعين عليك العمل بالتعاون مع مدير المشاريع والهندسة المعمارية والمقاولين. سيتم عليك رسم مطابخ وتفاصيل التصميم للخزانات. إذا كنت مصمم، إذا كنت تعرف تصميمات، إذا عندك مصمم باع، يقول لك هنا حاصل على شهادة جامعية. وطبعا مثل ما قلت بالفيديو يريدون عمال مصانع وأهل شهادات. أنا حاصل خبرة، كل مرتاح، معرفة برمجيات، مهارات خدمة، كل محترف، دقة، روح توليد، قدرة. هذا اللي عنده شهادة. هسه الروح اللي ما عنده شهادة، حتى فهمكم إياها يعني حتى تفتهموها. هنا نروح على هذا اللي ما عنده شهادة، هنا تقدم اللي ما عنده شهادة. أنا هشوفكم إياها كلها بالسرعة، يعني ما راح واحد أو اثنين، بس أنا شوفتكم اللي عنده شهادة. إذا كنت مصمم مثلا، هنا تحميل مصاحب، هذا شنو يقول لك؟ تعمل تحت إشراف رئيس العمل ومشرف التحميل، يجب على الموظف على وجه الخصوص. يعني كل موظف يكون على وجه الخصوص عليه مشرف. خلينا نشوف اخوي المهارات المطلوبة شو يريدون منك. مثلا هنا شو يقول لك؟ تحميل، استخدام، امتثال، التزام، حفاظ على البيئة، العمل في مجموعة، توصيل، اظهار مرونة، اداء اعمال انتاج، احضار حالات، عدم التطابق لرئيس العمل. يعني تقول له هاي ترى هاي الشغلات مو زينة، هاي الشغلات مكسورة، هذا ما اعرفه شنو، تنطيه الرئيس العمل. نجعلها المهارات المطلوبة، واثق من نفسه، واسع الحيلة، رؤية ماكنة، عمل جماعي، تمتع بقدرة بدنية عالية. الساعة من الاثنين للخميس، من 7 صباحا للأربعة وأربعين دقيقة مساء، من 6:05 صباحا حتى 12 مساء. يعني اكو دورين، يعني دور صباحي ودور مسائي. خلينا نشوف اذا كاتبين ايه. هنا يقول لك دوام كامل 40 ساعة في الاسبوع. يعني هو لا طالب منك شهادة لغة، ولا طالب منك مثلا يقول لك اريد منك رخصة عمل، لا طالب، كل شيء ما طالب منك. هذا يقول لك يا من داخل كندا، يقول لك انا اريد من خارج كندا ناس يشتغلون وياي بهاي الشركة. مثلا هذا هنا مثلا مشين، هذا يريد اهل شهادات. خلينا ندخل عليه، ندخل على العمالة. خلينا ندخل على العمالة اول شيء. هنا نترجم لكم الصفحة. بالله شي يريدون، هذا مجمع اثاث، هذا يركب الاثاث، يعني هن قطع ويركبهن ويشد براغيهن، يعني ما بيها فد سالفة فد علم ذرة. اقول لك تحت اشراف رئيس عمال. شوف ويجب على الموظف على خصوص العامل، يعني انت يجب حسب اوامر رئيس العمال تشتغل. تجميع، تثبيت، فحص بصري، اتقان معايير، امتثال، امتثال، التزام، حفاظ، عمل، توصيل، اداء، اظهار مرونة، احضار حالات عدم ما يعني الموزينة هاي المتطابقة لرئيس العمال. ما يقول لك يعني حتى المهارات المطلوبة، واثق من نفسه، واسع الحيلة، رؤية ماكنة، عمل جماعي. اخي العزيز ما طالب منك حتى رخصة عمل، ما قايل انا اريد من داخل كندا، ما قايل انا اريد. شوف هنا يقول لك الراتب $18 في الساعة بدوام كامل 40 ساعة بالاسبوع وعقد عمل دائمي. الروح طبعا هنا تقدر تقدم، يريدون 60 80 شخص، بس انت وعائلتك. اذا تقدر انت وزوجتك تقدمون على هذا العقد، مو بس انت لوحدك. واذا كنت ما متزوج هم تستطيع التقديم على عقد العمل. لا يجي حد يكتب لي بالتعليقات واذا انا ما متزوج شلون، لا اخي انت هم تقدر تقدم على عقد العمل. شوف طبعا هنا مسويها قسمين، قسم لاهل الشهادات والقسم اللي ما عنده شهادة. مثلا هذه اللي عنده شهادة، هسه خلينا نترجم لكم اياها. هذا الميكانيكي، الميكانيكي لازم يكون
ستتعين عامل إغاثة عمل في أجهزة، منشار اللوحي، مقص، خطار، علامة، مارك. هاي أنا ما أعرف هالسوالف، هذا الميكانيكي يفتهمها. قادر على تحميل منصة، قادر على تشغيل منشار، حدد العناصر، تأكد من احترام جودة القطع، إجراء صيانة، كن قادر على تركيب. هاي جماعة الميكانيكي. بس المهارات المطلوبة، لا طالب منك لغة، بس طالب منك إنك معروف عندك شهادة ميكانيك، أو أنت مشتغل بهاي السوالف ببلدك مال الخزائن، المطبخ والديكورات. بالله شقد ساعته هنا يقلك 40 ساعة بالأسبوع، $20 بالساعة، $20 بالساعة. هذول أحد الشهادات يعني. أخي العزيز، هاي الصفحة للشهادات، اللي عنده شهادة. هاي الصفحة للعمال، إذا تريد تقدم كعامل. طبعا أنا ما شوفتكم شلون نقدم، خلنا نرجع هنا، خل أشوفكم شلون تقدمون على السيرة الذاتية، وأشوفكم شلون تقدم. مثلا هنا تنزل بنهاية الصفحة، اللقب، اسمك الاول، رقم تليفونك، كل السهله يعني، ما بيها شيء صعوبه، ما بي يعني كل السهل، بايميل واحد ترسل ماكو، تنزل وتصعد. هنا يقول لك بريدك الالكتروني، هنا السيره الذاتيه. السيره الذاتيه اخي هاي كلها ماكو، هاي تاخذها، قم بتجميع، تثبيت، فحص، اتقان، امتثال، التزام، حفاظ، توصيل، واثق من نفسي، واسع الحيله، رؤيه جيده، العمل جمع هن هذني، شيلهن، تحطهن، تكتبهن، تكتب فوقاهن اسمك، وتقول هاي السيره الذاتيه مالتي، ومواليدك، ورقم تليفونك، وتدزها منها، تحملها الورقه المطبوعه، وبعدين تقول ارسال. طبعا هو كاتبين، انا ما حشوفكم اياها لضيق الوقت، انت تقدر تدور بالموقع وتشوف ايش كاتبين. يقول لك احنا خلال شهر راح نرد عليك بالجواب، وتقدر العمل للذكور والإناث همين. وإن شاء الله استفاديتوا من هذا الفيديو، ترى أنا أحبكم ودائما أبحث لكم عن كل شيء جديد وكل شيء زين وكل شيء مهم لكم. لا تنسى الاشتراك بالقناة وضغط لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.